ده النهارده ان شاء الله الحلقه كلها حاجات جميله جدا مناسبه للعيد. هتبسطكوا جدا ان شاء الله، لان احنا اول حاجه هنعملها كوكيز تزيين للعيد. الحاجات دي طبعا والتزيين والحركات دي كلها بنحبها كلنا. وبعد كده هنتكلم عن الميك اب واخطاء الميك اب. هنشوف قدامنا مثال الميك اب المظبوط والميك اب المش مظبوط. وهنتكلم كمان النهاردة عن عناية الأظافر، أظافر الإيد، إزاي نخلي بالنا تبقى شكلها حلو، إيه الحاجات اللي بتبوظ الضوافر نفسها، إيه الحاجات اللي بتغذيها، إيه الحاجات يعني كل ما يخص ضوافرنا هنتكلم عليها إن شاء الله للعيد برضو واللي بعد العيد طبعا عموما. وإن شاء الله معانا فقرة كمان عن أفكار الهدايا ولف الهدايا، كل ده النهاردة إن شاء الله. وقبل ما نروح الفاصل هقول لكم بقى مين كسب معانا النهارده. اللي كسبت معانا في احلى اكله اسراء طارق، كانت عامله وصفه الديسباسيتو. الف مبروك يا اسراء. فاكرين الحلقه؟ اهي الصوره معانا، خدت اكتر لايكس على السوشيال ميديا. طبعا احنا قلنا كل شهر باذن الله هيكون معانا متسابقين، فانتوا بنفسكم بتختاروا مين اللي هيكسب. إسراء كسبت وصفة الديسباسيتو، ألف مبروك يا حبيبتي، أنتي فائزة الشهر ده. ومكملين إحنا مع بعض إن شاء الله كل شهور جاية للي حابب يكون معانا ويطبخ وصفة حبيبها وتبان على الشاشة والناس كلها تشارك معاكم وتشوف الوصفة ويبقى معانا فايز يقدر يبعت ويشارك معانا إن شاء الله. هنروح هنا بقى الفاصل ونرجع على المطبخ نعمل كوكيز العيد بالتزيين الحلو للعيد إن شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، واعرفكم دلوقتي بايمي عزت. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك يا سالي، مبسوطه جدا جدا اني معاكي النهارده. دي تاني مره على فكره النهارده ليا معاكي، ودي بعتبره بجد يعني في السي في بتاعي. يعني حياتي اتغيرت من اول سنه، من 3 سنين معاكي كان اول ظهور ليا في حياتي. ما كانش حد يعرف مين ايمي عزت وشكلها ايه. ايمي عزت من بعد حلقتك وفعلا يعني كنت وش الخير وش السعاده عليا، اتكرمت من اماكن كتير جدا. وشغلي اتعرف واشتغلت الفنانين الحمد لله ليهم اساميهم. وبقيت صاحبه اشهر تورته كورونا اللي العالم كله اتكلم عنها، تلفزيونات في امريكي طب استني استني استني، واحده واحده بقى، واحده واحده، لسه سامعه الكلام ده بجد النهارده. قوليلي يعني انت لما طلعتي معايا اول مره من 3 سنين ايه اللي حصل بالظبط بعد الحلقه؟ يعني ايه اللي حصل بالظبط بعدها خلاكي اتشهرتي جدا بسبب الحلقه او من بعد الحلقه؟ من قبل ما اروح البيت اصلا. ايه اللي حصل؟ من وانا اصلا في الطريق بعربيتي لسه في طريقي لقيت اولا عدد الفولورز زاد جدا على ايمي فود. زدتي يعني كام يومها او في الفتره دي؟ مش فاكره، بس كان عدد ملحوظ جدا. لقيت يعني تك 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 وانا ماشيه اصلا لسه ما روحتش. فالحمد لله يعني الحمد لله. من بعدها هي نزلت صورتي معاكي ولحد دلوقتي هي صوره البروفايل بتاعي. والله ده ليا وش السعد بجد عليا وحياه ربنا. الحمد لله. ثم دعوات امي ربنا يخليها لي يا رب. يا هي رب السند، وهي في كل خطوه هي يعني هي الجندي المجهول بجد. اكيد ورا اي خطوه نجاح. طبعا الام دايما هي الجندي المجهول ورا اي نجاح لاي انسان بجد. ابعت لها شكر من هنا وتحيه كبيره ليها، ولها ربنا يخليكي لينا كلنا يا رب. يا رب امين. وبعدين ابتدوا بقى القنوات يكلموكي عشان تظهري، وعملتي تورته كورونا واتشهرتي بيها جدا بعد كده. واتخذتي تكريمات. التكريمات دي وصلت لامريكا ازاي بقى؟ احكي لنا. اولا من 3 سنين كانت بدايه ظهوري معاكي. النهارده دي حلقه رقم 23، كانت اول ظهور ليا كان معاكي مع سالي فؤاد من 2019. فالنهارده دي الحلقه رقم ليا 23. طبعا الحمد لله طلعتي مع ناس كتيرة يعني في خلال الفتره اللي فاتت غيري 23 حلقه. فدي رقم 23، انا بالنسبه لي انت دي تاني مره معايا انا. تمام. وحاسه ان هيفرق برضه يعني ان شاء الله. يا متاكده ان شاء الله بفضل ربنا. اتكرمت بقى، بدات اشتغل لمذيعين الحمد لله كبار وفنانين كبار، وبالتالي بشغلي الحمد لله مش مره واحده، لا كل ما يجوا عندهم ايفنت او اي مناسبه في عيلتهم بيكلموا ايمي عزت.
تورتة كورونا جت الفكرة أصلا من وانا في بيتي، قلت اعمل حاجه تفرح عمال المستشفيات بتاعه كورونا، محدش بيشوفهم، فحاجه يعني كانت طالعه يعني لله. وبجد اتفاجئت بالكم اللي اتكتب عنها، كميه الاخبار، اخبار مصريه واخبار امريكيه واخبار عربيه، قناه الشارقه الاماراتيه، قناه سي بي اس الامريكيه، ما شاء الله التلفزيون المصري كتب عنها في اخبار القناه الاولى، اخبار القناه الاولى، وبصوري الحمد لله ولينكاتها كلها موجوده عندي على البيج. ففعلا يعني ربنا جعلك سبب ليا الحمد لله بجد والله يعني. وبنصح كل حد جدا يمشي ورا حلمه ويجتهد ويعافر، هيقابله كتير، هيقعوا كتير بس يقوموا ويكملوا، هيلاقوا ناس كتير بتوقع يقوموا ولا اكنهم موجودين، يخلوهم مع الناس الحلوه اللي حواليهم، صح، بتديهم طاقه ايجابيه، صح يعني كده. دول بالدنيا كلها. انتي منوراني وانا سعيده جدا جدا. انتي وصلتي كام فولور دلوقتي على انستجرام او فيسبوك؟ لا كتير ما شاء الله يعني، الافات. انا كنت جايلك بحاجه بسيطه قوي يعني ب 400 او 500 حاجه ما تذكرش يعني. دلوقتي بقيتي كام؟ الافات يعني، مش فاكره بصراحه كام الف، بس يعني لا ما شاء الله يعني الحمد لله الحمد لله. طيب احنا عايزين دلوقتي نشوف بقى شغلك الحلو في الكوكيز، وطبعا هتعملي كيك بوبس وكوكي وكب كيك، فعايزين نلحق نشوف بقى الشغل والابداعات والحركات. يلا النهارده عاملين حاجه بسيطه لتزيين العيد، العيد الكبير، كيك بوبس الخروف، وحاجه بسيطه لست البيت ممكن تعملها في العيد، حد جاي عندها ضيوفها صحابها، فنعمل افكار بسيطه قوي. طب خلينا برضو نجيب بالكاميرا على الحاجات اللي هي حطاها جاهزه خلاص هناك، بحيث تقدروا تشوفوا برضو الحاجه شكلها ان هي عامل ازاي، بحيث دلوقتي تتخيلوا معانا هنعمل ايه. يلا بينا. بالظبط شايفين الكيك بوبس اهي شكلها عامل ازاي على الشاشه، شكلها جميل قوي، خرفان صغيره بتبقى سهله قوي في عمايلها، وهنشوفها دلوقتي. وفي بقى الكوكيز كمان والكب كيك، من اجمل واسهل الحاجات بتعمل العيد، وجميله وبتبهر جدا اي عيله بصراحه، والاطفال كمان جدا. دي عجينه التابلي بطريقتك ماشيه عليها من اول ما شفتك، من اول ما بدات اصلا قصتي مع التورت والكيك. عجينه السابلي دي كوبايه زبده وكوبايه سكر بودره وبضايه على 3 كوبايات دقيق، بتطلع يعني ولا بتنفش ولا اي حاجه لله. وناعمه وريحتها بتقلب الدنيا. بنعمل اي شكل احنا عاوزينه، طبعا انا جايبه الخرفان عشان اللي احنا المناسبه اللي احنا فيها. وبعدين بنغطيها بعجينه السكر، انا اخترت شكل بسيط قوي. لزقتيها بايه بقى على باكد برده؟ بميه على هنعمل الشكل ده الكوكيز. يعني بتجيب عجينه السكر وتفردها وبتفرد عليها بنشابه شكل الدوريات دي، وريها لهم برده عشان يبقوا عارفين. دي النشابه اللي هي الروز دي. ايوه دي موجوده في محلات خامات الحلويات. موجوده وسعرها حلو جدا يعني. بتعمل لنا الشكل اللي هو الدوائر اللي موجوده على عجينه السكر، فتدي شكل الايه الفروه بتاعه الخروف. بالظبط. مش موجوده، ممكن بغطاء قلم بس يكون مغسول. ايوه ونشيل وده انا كنت بعمله زمان. بصوا اهو هوريكم وانا معاكم، شايفين؟ مش عارفه باينه لكم ولا لا. اهو ده الشكل الايه بالظبط. بالظبط هو ده. تمام. دي كنت بشتغل بيها زمان قبل ما كنت اقطع قص ورقه باليت كروم صغنط. هنعمل هنا، عملت عملت راس بني كده للخروف، احطها كده ونعمل له عينين الابيض.
طبعا لازم تعملوا الحركه اللي هي بتعملها دي علشان ما يبقاش في اي زياده وقاعده. وبعدين تنزل في السبرينكلز. حوالين داير بالشكل ده. بس بقى في التلاجة تنشف بيسقعوا بسرعة جدا. مبياخدوش وقت. وبعدين تلزق عليهم نفس قصة الراس بقى والوش والعينتين طيب الكب كيك سريعا برضو. الكب كيكس ممكن نعمل الشكل ده ولا شكل الفرو. هي الفرو اصلا الفكرة بتاعتها ان احنا بنعمل كور من الفوندنس برضو. كور بيضة كتير هي بتديني افكت بتاعت فروة الخروف. وبلزقها بعمل الراس وبملاها حواليها بالفرو دي. او بعمل الشكل ده. ده برضو بعجين سكر بني. بيبقى اللي هو زي كانه وراثور يعني. خشب. بشرح باي سكينه عندي. طب انت ارفعيها للشاشه. بصي الشاشه قدامك. الكاميرا قدامك. ايوه كده بحيث الناس تشوف بالظبط. لفيها بقى ناحيه كده. ايوه لفيها كده بالظبط. شايفين هنا هي عامله بالاخضر الاساس وبعدين عليها البني دوت الخطوط اللي هي بتبقى برده فرداها وبتقطعها خطوط كده وتلزقها. ونفس قصه الوش وشويه حركات من تحت كده تبين انه بقيه الخروف. لا جميل. تسلم ايدك بجد. افكار لذيذه وسهله. وانا رايي بس ترجعي بقى دول اللي هناك عشان ايه نعمل اخر تصوير كده للبرزنتيشن اللي انت عاملاها الحلوه دي. تسلم ايدك. جميل قوي قوي. وافكار بسيطه والاطفال تحب قوي تعمل الحركات دي للعيد يا جماعه جدا. يعني اعملوها مع اولادكم هينبسطوا قوي جدا. يعني مش عايزه اقول لكم الاطفال لما يعملوا الحاجات دي بنفسهم سعادة الدنيا بتبقى فيهم. تسلم ايدك نورتيني وبشكرك على وجودك وبالتوفيق كمان وكمان يا رب. يا رب يا سالم. ثانك يو ليكي بجد. حابه تقولي اي حاجه قبل ما نروح الفاصل؟ بشكر مامتي اولا واخيرا برضو على وقفتها جنبي. بالله ربنا يخليكي ليا يا رب ودايما جنبي العمر كله. ان شاء الله يا رب. كسرنا طيبين والامه العربيه بالف خير. امين يا رب. هنروح انا بقى الفاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا اللي كلها للعيد باذن الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل. ودلوقتي بقى فقره هنتكلم فيها عن العنايه بالاظافر. مهمه جدا لكل بنت ولكل ست. ازاي نخلي بالنا من ضوافرنا ولما نتعرض لاي حاجه معينه زي شمس بحر هنعمل ايه. طب لو ضوافري شققت اتكسرت طلع لها ودنه اتصرف ازاي. طب الاسيتون خطر ولا مش خطر. طب ايه الالوان الترندي او الحلوه قوي للصيف دلوقتي. كل ده هنتكلم عنه دلوقتي. معانا الاستاذه شيري هاني خبيره العنايه بالاظافر. اهلا بيكي. اهلا بيكي. والاستاذه مادونا جورج موديل وخبير في العنايه بالاظافر. اهلا بيكي. عامله ايه؟ حبيبتي منوريني جدا. ميرسي. قولوا لي بقى احنا اول حاجه عايزين نتكلم فيها هو العنايه نفسها بالاظافر. نتكلم عنها الاول وبعد كده نخش بقى على الالوان والحاجات الترندي دلوقتي. اتفضلي. اوكي. اهم حاجه ان احنا على طول نكون مرطبين ايدينا وضوافرنا وكل ده عشان ما يحصلش ولا ودنة ولا جلد ميت او كده. طيب ايه اللي بيبوظ اكتر الضوافر؟ الاسيتون.
نيل بولش كتير برضو بيبوظ الضوافر وممكن تخليها تصفر او كده. طب سو حته بقى هنا سؤال مهم جدا، الاسيتون طبعا كلنا لازم هنستخدم اسيتون أكيد. هل في انواع بتبوظ الضوافر عن انواع ولا كله؟ هو الاسيتون كله مضر يعني، كله مضر يعني هو اللي بيضر انه احنا بنستخدمه كتير، فهو ماكسيمم يعني نستخدمه مره في الاسبوع، لان هو بقى بيخلي الضفر يتقصف ويطلع له قشره، فده لا يعني تمام. مش اصح طيب. حاجه. لما نستخدم الاسيتون نجري نغسل على طول ايدينا علشان يروح منه ولا مش بتفرق؟ هي مش بتفرق، بس يعني اكيد بريفيربلي ان احنا نروح نغسل ايدينا يعني على طول. تمام طيب كملي، معلش قطعتك. اوكي فضل. لا ولا يهمك. فاسهل حاجه ان احنا نشيل نرطب الايدين بالاويلز وكده علشان الجلد. هنرطبها ازاي؟ ممكن ما يكونش عندنا قصاف الجلد في البيت، ما عندناش قوي التولز، فاسهل حاجه ان احنا نحط ايدينا شويه في ميه دافيه 5 minutes 7 minutes كده، وبعد كده بنزقها بضوافرنا يعني بايدينا احنا نزق الجلد، وبعد كده هو بيتفرك مطرح الميه وكده، فنروح مفركينه كده لو احنا مش عارفين نستخدم القصافه او هنعور ايدينا او كده. تمام دي اسهل طريقه. اسهل طريقه بالظبط. تمام دلوقتي نبدا. يلا بينا. اوكي في احنا خلطه الاول بنعملها يعني سحريه بتساعد ان احنا نقوي الضوافر وما يتكسرش خالص. بنجيب التوميه كده اهو، وبنحط فيها ضفرنا وبنقعد نعمله كده زي ما احنا شايفين. هي بتنزل زي اويل كده برضو على الضوافر. زيت التوم ده تحفه، بيقوي الضوافر جدا، بيلمعها، بيخلي ان هي تستعيد لونها الطبيعي، الضوافر اللون الابيض. نعمل كده لان فعلا دايما المانيكير بيغير من لون الضوافر، بيخليه لونه مصفر او على اورنج. فده بيشيل اللون اللي هو السابق. كمان الليمون هو بقى اللي بيشيل اصفرار الالوان. يعني دي الخلطه دي بنعملها ورا بعض، التوم الاول بعد كده نعمل نفس الحركه بالليمون. يبقى التوم بيقوي يس. ويلمع، والليمون بيشيل اللون، بيشيل اصفرار اللي في الضفر، بيرجعها للون الطبيعي. تمام دي خلطه بجد مفعوله بقى، بيبان بعد 3 ايام تحفه. يعني الايفكت بتاعها بيبان على طول لو ضوافر مصفر او كده. وبعد كده الليمون هيشيل برده الريحه على طول. بالظبط. واحنا بس بنحط في طرف الضوافر، ممكن لو الضوافر قصير مش اللي هو ما يخشش في التومه، بنجيب التوم المفروم ونقعد نعمله كده نمسحه على الضوافر بتاعه الضوافر. بعد كده بنحط زيت زيتون. زيت زيتون برضو حلو جدا للضوافر، في فيتامين اي بيخليها ان هي يقويها ويحفز الدوره الدمويه فيها، فبيخلي برضو لونها طبيعي جدا. بنعمله كده بيطري كمان الجلد اللي حوالين الضوافر، لو في ودن او كده بتطرى خالص يعني. المفروض بنسيب ده قد ايه بقى؟ 10 minutes يعني، البروسيس كلها 10 minutes يعني، التوم 5 minutes، الليمون 5 دقايق، والزيت في الاخر ده ممكن ننام بيه عادي يعني. ممكن نعمل الخلطه دي كل يوم قبل ما ننام، عشان حتى لو في اثار ريحه التوم تبقى راحت على تاني يوم الصبح يعني. طيب الزيت ازاي قبل ما ننام؟ ممكن الواحد يبقع مثلا السرير او كده يعني، ازاي نغطيه؟ بنحط يعني مسحه صغنطوطه يعني وبعد كده يعني زي بدل مثلا اي كريم يد، حاجه بسيطه كده في الايد. تمام بالزبط. ولو غسلتي بعديها ايديكي برضو الزيت بيفضل موجود هنا ناحيه اخر الضوافر كده، بيفضل موجود. حتى اغسلي ايديكي غسله بسيطه جدا هيفضل ستيل موجود. حلو قوي. تمام بعده في ايه بقى؟ اوكي احنا دلوقتي عندنا ماسك للايد، هو بيفتح لون الايد، بيبيضها شويه. ده بيبقى عباره عن شوفان وعسل وزيت زيتون. زيت زيتون طبعا قلنا فيه فيتامين اي، فهو التحفه للضوافر. فاحنا ده هنا في شوفان، معلقتين شوفان. زيت الزيتون كمان بيجدد الدوره الدمويه، فبيخلي الايدين ترجع لونها البينكي الحلو ده. حلو ده. حلو قوي. كمان العرايس اليومين دول كتير قوي بيتجوزوا، فالفكره دي اعملوها بقى لايديكم. هنحتاج بس شويه ميه.
الشوفان مطحون ولا عادي مجروش ولا؟ ممكن كده وممكن كده عادي، لو مش مطحون ممكن يعمل سكراب خفيف برضو للايد. وده بيتحط بقى مدة قد ايه على الايد؟ بيتحط من 10 to 15 minutes، ربع ساعة. ربع ساعة تقريبا. بنغطي الايد ولا لا بنسيبها؟ بنغطي الايد من هنا لهنا كده. ممكن نحط حاجة بسيطة. اقصد بتغطيها بعد كده بأي حاجة حواليها ولا لا؟ لا لا كده؟ بسيبها. انا ممكن اعمل كده. بلاش كلكم تدعكوا بقى عشان كلكم كلها هتبقى عسل دلوقتي. مشكله. الماسك ده بقى المفروض ان هو بيفتح الايدين ويخليها تبقى بينكش كده. المفروض بقى نسيبه 15 مينت. وبعد كده بقى نبتدي بروسيس اللي هي تنظيف الجلد وكده. بيعمل تقشير خفيف كده برضو. بالظبط. حلو قوي. اوكي تمام. احنا عندنا اي حاجه تانية بخصوص العنايه بالاظافر عشان هنخش بقى على الاسئله التانية؟ ممكن برضو حاجه تانية تتعمل لو انت حاسه ان ضوافرك خلاص تعبت يعني استهلكت وضعيفه وكده، في حاجه تانية بتتعمل، تحطي لبن دافي وتحطي معاه عسل وتحطي ايديكي كده نفس زي دي كده، تحطي ايديكي شويه حوالي برضو ربع ساعه، ده بيقوي جدا الضوافر. وبعدين نحط الاويلز بتاعتنا، زيت اللوز حلو جدا، الجوجوبا تحفه برضو للضوافر. بس كده. هايل ممتاز. شويه معلومات كده. ايه دخلت العيد؟ ايوه. طيب دلوقتي بقى حابين نعرف ايه الالوان اللي طالعه بقى ترندي للصيف، وفي نفس الوقت كمان يهمني برضو السؤال اللي هو في الشمس البحر يعملوا ايه علشان برضو ايديهم ما تتاثرش؟ هل لو حطوا مثلا سان بلوك بيفرق ولا مش بيفرق في الضوافر قوي؟ مش بيفرق في الضوافر قوي، هو اكتر هيفرق في الايد، انما في الضوافر بالظبط هتفرق في الايد ان هي ما تسمرش، علشان احنا بنعمل ماسكات ان احنا نفتحها، فان احنا من بالظبط. طيب اي نصايح بالنسبه للبحر، الملح البحر، العوامل دي كلها على الضوافر، اي نصايح تخلي بالها انها ما تضرش ايديها او ضوافرها ولا تمام كل ده عادي؟ الزيوت عامه بوجه عام، ترطيب عامه، يعني الزيوت عامه بوجه عام بتبقى عامله زي طبقه حمايه للضوافر، ده طبعا غير بقى الترطيب الكريمات المرطبه علشان الجلد الناشف، يعني اكيد الاملاح بتخلي الجلد ينشف اكتر، فلما نرطب الايدين ده اكيد هيساعد على ان هي نتجنب المشكله دي. تمام. هي عامه الميه السخنه او الميه الساقعه او الميه اللي فيها ملح او الكحول دلوقتي بنستخدمه كتير جدا، فبنحتاج ان احنا على طول نرطب ايدينا، حتى لو في يعني علبه كريم او اويل زي ما احنا حاطين كده، احنا مفضيين علبة مانيكير وحاطين فيها اويل، تحطيه حتى لو على البيتش او كده، تحطيه على جلدك وعلى ايديكي وكده يرطب برده شويه مطرح الميه. حلو قوي. الالوان بقى، الوان الصيف الترندي دلوقتي جدا ايه؟ الالوان مثلا البيربل الفاتح ده ترندي جدا، الاصفر الفاتح، اللي هي الالوان بس الهاديه شويه طالعه ترندي جدا الصيف ده. يعني مش الحاجات الفقعه، لا الحاجات الهاديه. الهاديه بالظبط طالعه جدا ترندي. تمام. هل برضو الحركات اللي هي كذا لون في طبعا الضوافر او كده الاشكال الرسومات طالعه موضه جدا، الفرنش الالوان كمان بالظبط طالع موضه جدا. ده جديد ده. فرنش اللي هو الاطراف البيضة دي تبقى الوان، تبقى اصفر، بينك، لبني، كلهم برضو طالعين موضه جدا وحلوين جدا بيبقوا على الايدين. تمام. انتوا نورتونا. ميرسي. انتوا حابين تضيفوا اي معلومه قبل ما نختم؟ بس هتكلم حاجه، لما نيجي نبرد ضوافرنا هتكلم على الاشكال عامه، البرد في ان احنا نعمله راوند او نعمله سكوير. الراوند بيبقى للايدين التخينه فبيبينها شويه ان هي ارفع، لو حابين ان ايدينا رفيعه فعايزين نبينها اتخن شويه بيبقى السكوير حلو جدا ليها اللي هو المربع. واهم حاجه واحنا بنبرد نخلي بالنا ان ما يبقاش في اي زياده طالعه علشان ما تنتش او حاجه،
فيتكسر مننا الضوافر او كده. تمام، ميرسي جدا. ميرسي. شكرا. ثانك يو. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. هنروح بقى الفاصل ونرجع هيكون معانا بقى الميك اب واخطاء الميك اب بعد الفاصل. اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي بقى هنتكلم عن الميك اب واخطائه. هنتكلم عن المشاكل والحاجات اللي بتنتج عن ان احنا بنحط الميك اب بشكل غلط، لان ممكن يوحشنا بدل ما يحلينا. معانا الاستاذه رنا محسن خبيره تجميل، اهلا بيكي منوراني. اهلا بيكي حبيبي، ميرسي. احنا دلوقتي عاملين او حضرتك عملتي على موديل، اهلا بيكي منوراني، شكل الغلط والشكل الحلو، صح كده؟ اشرحي لنا اكتر بقى. فضل. احنا هنا عملنا حواجب شارب جدا، عملنا اي شادو مش مدموج، عملنا روج طالع بره اللاين بتاع الشفايف، عملنا كونتور مش مدموج، عملنا بلاشر مش مدموج، عملنا حاجه اوفر، حتى الالوان بتاعه الفاونديشن زياده، يعني اللون افتح من درجه الموديل 4 درجات. فاحنا هنحاول نعمل ميك اب نفس درجتها بالظبط، يكون التون مناسب ليها، حواجب ما تكونش شارب، حاجه تكون شعرايه شعرايه. حلو قوي. يبقى ده الشكل الغلط، وهتعملي بقى دلوقتي قدامنا الشكل الصح، صح كده؟ يلا بينا. يلا اول حاجه هاخد سوب، هوقف بيه شعر الحاجب. طبعا الحواجب دلوقتي بقى موضه جدا يا جماعه، يبان شعره شعره، مش فكره يترسم حته واحده او بالتاتو، لا، يبقى شعره شعره، شكل طبيعي جدا يبان، وفي نفس الوقت بيبقى منفوش كده الشعر، صح كده؟ بيتسرح لفوق، يبقى ناتشرال، يبقى شعرايه شعرايه طبيعيه، يكون شكل مش محدد. تمام. اول حاجه انا رفعت الحاجب لفوق مشطته بالسوب. تاني حاجه سوب. يعني ايه بقى السوب ده؟ حاجه زي الفازلين، حاجه بتوقف شعر الحواجب، بتخليه اطول فتره ممكنه، بحيث ان يبقى ناتشرال، يعني لما اجي ارسم شعرايه شعرايه يبقى قدامي شعر متقسم. طيب. ما يبقاش شعر حته واحده كده ستريب. يا رنا الهواء سريع، رتمه سريع، نقعد شعرايه شعرايه في الحاجب مش هنخلص. ما هو الفكره ان شعرايه شعرايه فعلا بتاخد وقت. بالظبط بالظبط. فاول تاني حاجه بقى هعمل بالكونسيلر، هنضف حوالين الحاجب بحيث ان يبقى شكله يعني واضح وحلو. تمام. اخد العجل، اخد لون يكون قريب ليها، ما يكونش فاتح قوي ولا غامق. اهم حاجه دايما نركز ان الوان تكون مناسبه لبشرتنا يا جماعه، مش افتح بكتير، لان ناس كتير بتقع في الغلط ده، بتبتدي ان هي تختار الوان تبقى عايزه تبان بيضه فتغير بعدها يبقى شكلها مش حلو. اللون الدافي هو اللي حلو، اللون بشرتك الطبيعي هو اللي حلو، مش الالوان الايه الفاتحه عن البشره. باكد. واهم حاجه برضو الموضوع الاندرتون، يعني لازم نبقى عارفين الاندرتون عشان اعرف اتعامل مع البشره اللي قدامي او مع بشرتك عامه. في بيبقى اندرتون بيبقى وورم، وفي اندرتون بيبقى كول. طب ممكن تشرحي لنا يعني ايه اندرتون؟
طيب الاندرتون ده بيبقى عباره عن العروق. في عندنا عروق بتبقى خضراء وفي عندنا عروق بتبقى زرقاء. العروق الخضراء عامه بتبقى فيها حاجات على بيج، حاجات على نسكافيه، حاجات على موكا، حاجات على بيج اكتر. انما الحاجات الورم اللي هي اللي على ازرق دي دايما بتبقى عايزه حاجات بينك روز، بس عامه دلوقتي ما فيش حد بقى بيحط لا روز ولا بينك. تمام، بس انا كده كله بقى على الوان دافيه كده. عايزه اقول لكم اصلا الواننا اللي هي اللون القمحي ده من الالوان الجميله جدا، يعني فعلا ابتدوا يبرزوها اكتر دلوقتي، ان الواحد يبقى لونه كده قمحي ويبقى فيه لمعه كده جميله جدا فعلا. صح، بره بيعشقوا الالوان القمحيه. تبقى البنت فاتحه جدا ومحمره ويبقى شكلها حلو قوي. ممكن تحط حاجه غامقه جدا وتديها بس برونزاج، فده طبعا بيبقى لون حلو قوي. طيب احنا كده المفروض ان احنا حددنا الحواجب، وطبعا انا لو سبتوني يعني هاخد وقت. انا متخيله عشان كده بقول لك من دلوقتي، انا عارفه الميك اب ارتست دايما ممكن تخش ساعتين يعني سهله قوي. انا حاولت اعمل على قد ما اقدر، هو طبعا لازم دمج زياده، بس اهم حاجه الدمج، ما يبقاش في خط فاصل بين الحاجب وبين الجفن بتاع البنت. يبقى بعد ما عملنا الحواجب بنعمل تحديد ما تحت الحواجب عشان يبان شكل الحاجب يبرزه اكتر. بالظبط، هاخد بقى اي حاجه شفافه، اي فرشه، اي حاجه بس اخصل بيها اللي انا عملته، يعني بس يبان ان هو مدموج اكتر. ولو هي حابه انها تحط باودر على الحاجب بحيث انه يثبت بقى طول النهار، هتنزل في الحر، اي حاجه من الكلام ده طبعا لازم تحط باودر، لان الحاجه الكريمي لما بتثبتيها باودر بتقعد كتير وقت كبير. بس فعلا كده. انا لما برجع امسح الميك اب من على وشي جبس يا جماعه، الحواجب جبس مطلعوش. طيب تاني هنخش بعد كده بقى الكونسيلر. صح كده، الكونسيلر ده مهم جدا، لان لو مش مظبوط برضو بيطلع لونه على رمادي على طبعا. احنا عندنا اول حاجه المفروض ان احنا نبقى نرطب بشرتنا كويس جدا، المفروض ان احنا نحط برايمر كويس مناسب لبشره البنت اللي معانا. بعد كده بنبدا نكنسل الهالات، نعمل كوركشن لاي حاجه في الوش، في تصبغات هنا، في حبايه، فكل ده احنا هنعمله دلوقتي. حلو قوي. ازاي برضو الكونسيلر ما يقطعش؟ ما دي بقى دي ستاب انا هعملها دلوقتي. اول حاجه وبعدها بقى الرموش عشان ايه يعني عيني بحور. اول حاجه لازم نرطب البشره، احنا هنا ما رطبناش نهائي، ما حطيناش برايمر، ما عملناش اي حاجه من البيزك بتاعه الميك اب عامه. طب احنا لو حطينا برايمر حاجه ترطب، وبعدين حطينا فاونديشن مات من اللي هو اللي بيمسك كده 24 ساعه، هل بيمسك على البرايمر او بيمسك على حاجه؟ بصي، هي الفكره في ايه، ان احنا نستنى بين كل ستيب مثلا 60 ثانيه، كل ده بيفرق جدا، بتكون البشره بدات تمتص فما بيبقاش فيه طبقات كتيره، فده بيبقى افضل طبعا، بيبقى شكله احلى. يعني اقصد الترطيب مش بيبوظ الفاونديشن المطر، بالعكس. صح؟ ده الترطيب هو يعني ترطيب، عدم الترطيب هو اللي خلى المنظر ده كده، بالعكس يعني خالص. ده كده بنرطب طبعا، انتوا شايفين النص اللي هو متمكش دلوقتي احلى عشان الناحيه الثانيه لسه ما اتمكشتش، لكن لما تشوفوا بقى المظبوط هتحسوا بالفرق. احنا كده المفروض ان احنا رطبنا، بس طبعا مش هنستنى وقت، هنحاول نقلله شويه. في كونسيلرز دلوقتي بتبقى تقيله جدا، في بتبقى وسط، في ناس بيستخدموا الفاونديشن ككونسيلر، هل ده ينفع؟ لا لا طبعا، شغل الفاونديشن ما يشتغلش تحت العين، شغل الفاونديشن على الوش كله، ما يشتغلش تحت العين ابدا، هو الكونسيلر بس اللي يقدر يعمل الموضوع ده، غير كده هيقطع، هيخطط، مش هيثبت، هيبقى شكله وحش قوي. طب فاونديشن مع كونسيلر برضو كتير بيعملوا ده؟ ده حلو، ده بيخلي الفورمولا تقيله شويه، ده بيبقى حلو طبعا. تتحط الفاونديشن الاول وعليه الكونسيلر؟ ما فيش مشكله. لا بصي، يتمكس في باليت، ما يتحطوش فوق بعض، يعني انا ما احطهمش على البشره على طول. تمام كده، المفروض ان انا حطيت البرايمر. طبعا هي الموديل ما عندهاش هالات جامده، ممكن نحط الفاونديشن الاول وبعد ما نحط الفاونديشن نعمل هايلايت بكونسيلر، كده يعني مش هيبقى فيه اي مشاكل باينه. طيب يلا بينا.
برضو ازاي الواحد يختار الفاونديشن المناسب ليه، لان مش بيبقى سهل ان الواحد يختار الخامه المناسبه للبشره وفي نفس الوقت اللون. اللون طبعا احنا عرفنا ان احنا بنقيس درجه اللون ممكن على الرقبه او على ظهر الحته دي، صح كده؟ بالظبط، ده الفاونديشن على الاندرتون. ولكن النوع بقى، اذا كان نوع فاونديشن تقيل خفيف، في دلوقتي انواع اتش دي مثلا، في انواع كتيره. طبعا بصي، هو الفاونديشن عامه كل بشره ليها فاونديشن معين، يعني انا ما اقدرش استخدم فاونديشن واحد لجميع البشرات. لو البشره دهنيه بتحتاج حاجه ماتيفاينج تكون مط اكتر، لو البشره جافه بتحتاج حاجه تكون اويلي، لو البشره مختلطه ممكن حاجه تكون يعني الفورمولا بتاعتها لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، حاجه وسط. فكل ده بيتحكم طبعا فينا. الوش بياخد الوان درجات من البني علشان تقسم شكل الوش يظهره اكتر. دكتوره يا جماعه في الميك اب، دكتوره مش عايزه اقول لكم، لا من كتر ما بتفرج على الميك اب ونتكلم في الموضوع ده خلاص بقيت عارفه حاجات كتير. زمان كنت ابتديت مره باكج برضو، كنت عاجبني قوي، اصل الوان بتاعه الميك اب بتبهر اي حد يعني، وبالذات الناس اللي بتحب ترسم وكده بينبهروا جدا بالالوان بتاعه الميك اب. اكيد تمسكي الباليت وتعيشي تبقى حاجه حلوه قوي. الاول ان برضو الكونسيلر هو مهم جدا لتحت العين عشان طبعًا يساعد على انه ما يقطعش ولا يكسر. الفاونديشن لوحده مش كفايه، الفاونديشن لوحده هيبقى طبقه خفيفه محطوطه على الوش، فمش هتاخد راحتها في انها يعني مش هتستقر في مكانها، ودي حاجه عشان هي خفيفه، انما الكونسيلر بيبقى اتقل بيبقى داخله باودر. طيب نثبته ازاي بقى؟ باللوز باودر. باللوز باودر، بس في تريكايه كده لازم نعملها. ايه بقى؟ اول حاجه ان معظم البنات بتثبت اللوس باودر تحت العين على طول من غير ما تدمج، بتكون بصت تحت، فلما بتبص تحت بيبدا يقطع لانه طبيعي حاجه كريمي لسه مش متثبته، فهي هتفضل موديل باصه لفوق كده وهي باصه لفوق، يا دوب هكون مجهزه الباف.
بعد كده ببدأ بقى إيه؟ أحط الترانزيشن كولر اللي هو اللون كده. طبعا انا في الاخر بعد ما خلصت بالماسكرا بجيب بتاعه الودان وبمشي عليه بس استنى تنشف تماما.
حطي ايدك على الناحيه الغلط، ايوه كده، وبصي عادي، ايوه افتحي، بصي شكلها طبيعي ازاي وحلو، محليها ازاي، بجد جميل جدا. قمر 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 ما شاء الله عليه، اصلا قمر هي زي والميك اب كمان ايه بارز حلاوتها. اقفلي بقى بايدك الناحيه الثانيه، على الناحيه الثانيه بقى عشان نشوف. بصوا بقى هنا كتير ازاي الميك اب، وبالعكس تحسوا انها لا يعني موضوع مغطي الجمال مش محليها زياده. فعلا تسلم ايدك، شغلك جميل وشرحت لنا حاجات كتيره، وعايزه اقول لك حواجبك حلوه قوي بجد. تسلمي لي حبيبه قلبي، انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده، نورتيني. شكرا قلبي. شكرا ميرسي قوي، بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. هنروح بقى لفاصل ونرجع نتكلم عن افكار هدايا للعيد ولف الهدايا وكل حاجه بعد الفاصل ان شاء الله. واهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي بقى هنتكلم عن افكار مختلفه كهدايا للعيد، ومعانا الاستاذه منار صلاح. اهلا بيكي. اهلا ورايا. اهلا بحضرتك. انتي مصممه افكار مختلفه ولذيذه جدا للعيد الحقيقه، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. خلينا نتفرج مع بعض ايه الاشكال، وخلينا نتكلم واحده واحده. اولا انتي مستخدمه خامات والوان جميله جدا واشكال مناسبة قوي للعيد، وبصراحة فكرة جديدة. انتي ابتديتي من امتى؟ انا بدأت من زمان قوي، يعني من 2007، بس كنت بعمل برسم، بحب دايما ان انا اعمل الافكار الجديدة، فكنت ساعتها طالعة بالفكرة اللي انا ارسم في الافراح، العروسة والعريس كاريكاتير وكده، كان اول حد بدأ في الموضوع ده بجد. انتي اللي ابتديتي بقى القصة دي، لان كانت معروف فعلا في كل فرح الواحد يخش يلاقي اول حاجه العروس البوستر، عروسه والعريس دايما البوستر بيبقى كبير كده وبشكل لذيذ. بس بعد كده بقى الناس بقت تتعود على الفكره، ومع الوقت بقى طبعا في ناس كتير، وانا بحب الشغلي، بس حسيت ان انا محتاجه شغف جديد. يعني حسيت ان انا عندي قدرات وامكانيات، حسيت ان انا شغلي بقى روتيني، فانا من جوايا طفله قوي، فتلاقيني اللي انا حبيت بقى اللي انا اصنع بقى العاب، اطلع افكاري في الالعاب. تمام. فانا اصلا كنت بعمل ماكيتات لعروسه وعريس، دلوقتي بقيت اعمل شغل منتجات بقى. انت اصلا خريجه فنون جميله. صح كده؟ رسوم متحركه. ورسوم متحركه، عشان كده عندك الاحساس ده عالي جدا. الحمد لله انا دخلت مكان انا بحبه لاقي نفسي فيه. احكي لنا بقى، احنا عايزين واحده واحده كده نتكلم عن الحاجات اللي انت او الهدايا اللي انت جايباها، افكارها، الماتيريال، مستخدمه ايه، الوان. يلا بينا نروح على بالكاميرا على الحاجه، نبتدي من اول ناحيتها علشان نعرف نتكلم. اتفضلي. ممكن نبدا من هنا عشان ده رمضان. مفاجاه يا جماعه، انا ابتدي من الناحيه الثانيه. زي ما ابتديت صح كده مخرجه. انا عندي دلوقتي اللي هو الخروف العيد، ده خروف كبير شويه، حجمه كبير، بيكون فيه هدايا بقى، شوكولاته بقى، ممكن تحطي شوكولاته، ممكن تحطي العيديه، ممكن تحطي حاجات بقى مفاجاه. أيوة، انا عاوزه افاجئ الطفل بايه. عندي عرايس برضو، حبيت ان انا عندي تشكيله كبيره من العرايس، 9 اشكال، كل اب او ام بيحب عاوز يلاقي ابنه في حاجه. هو مبدئيا انا شغلتي بقابل ناس قد ايه بتحب تفرح اولادها، واغلب العملاء بتوعي من الجدات. الجدات يعني مهووسين باولادهم باحفادهم، فبيختاروا شكل الطفل على شكل الطفل بتاعهم، يعني قريب. فكتر التنوع اللي انا عاملاه في العرايس ده ادى ميزه اللي هو كل واحد ايه يختار شبه اولاده. فطبعا العروسه مفرحه عليها كلمه حلوه، يعني العيديه هتتربط فيها، في رباط للعيديه بتتربط فيها. عندي حجمين، الحجم الكبير والحجم الصغير. الحجم الصغير ده حطاه هو معايا، تمام، لفاه بالشكل ده، حطاه في كيس شيفون. وطبعا العيديه بتكون باينه فيه كده. انتي اثبتي بقى علشان هنجيب عليكي. ايوه.
العروسه وتكون معاها العيديه وفي الكيس. واحيانا كمان لما بياخدوا معاه الخروف فهو بيدخل في الخروف، فالطفل مش فاهم ايه اللي طالع من الخروف، فبيجي شد بيلاقي العروسه بتاعته فيها العيديه بتاعته، وممكن يتحط الكيس كبير، ممكن تحط شوكولاته حاجه، ممكن نكتب له اي كلمه تخصه، فبتبقى فرحه طبعا. انا الاقي حاجات ملونه ولاقي عرايس ولاقي، ودي مش يعني مش كارت عاديه عادي، هو احنا زمان على ايامنا كانت العيديه بتتاخد كده ايوه يعني كل سنه وانت طيب وناخد العيديه واحنا ساكنين. مع الوقت طلع حته كارت العيديه، فده انا الكارت بتاعي. يعني ده شكل مختلف للكروت كهديه تحطوه العيديه. انا ما بحبش فكره اللي انا هجيب حاجه هدفع فيها فلوس وبعد كده، يعني برضو انا لو حاجه مش ثابته، حاجه ملهاش شكل، ممكن يكون عليها اسمي بس ممكن ما احتفظش بيها قوي. طيب قولي لي بقى الماتيريال اللي انت بتستخدميه ايه الخامه؟ انا بستخدم خامه خشب طبعا عاليه الجوده، فهي بتقعد ما شاء الله، يعني بتقعد حتى كمان الخروف ممكن سهل التخزين لان هو بيتشال، هي قاعده وبتتحط عليه القطعه دي، فهي بتتشال وتتخزن للسنه اللي جايه. تمام. طيب الالوان اللي عليها بقى دي الوان لا دي طباعه ولا دي طباعه؟ لا دي طباعه، دي طباعه، وبحط عليها طبقه حمايه من الميه والاتربه والحاجات دي، بحيث اللي هي ايه ممكن حتى لو اتوسخت، يعني مع مرور الوقت دي الطفل هيحطها على مكتبه فهتتطرب. فهي حتى لو هي خامتها مش قابله للتلميع فهي كده هتبوظ وهتقدم وهتترمي. صح. لكن هي يعني تتلمع بوايبس مثلا كده او منديل. طيب اللعبه دي بقى ايه صح؟ دي اللعبه اللي انا بدات بيها، فعشان كده انا محتفظه بيها جدا. دي لعبه فيها 8 بنات، بيتفرش شارع كده وتترص محلات، ده محل بيتزا، ده محل ورود، ده بتاع هدوم واكسسوارات وحاجات كده، ودي هدوم برضو، ودي عربية ايس كريم. عسل قوي، يعني عملتي شارع بحاله في كل المحلات الممكنة. والعروسة يعني حضرتك شايفة العلبة صغيرة، ايوه دي تتفرش تملى الترابيزة. يعني فعلا تملى الترابيزة لان هي كبيرة، تعتبر من الالعاب الكبيرة، فكون اللعبة كبيرة تتشال في كرتونه صغيره دي حاجه حلوه. خليكي ثبتيها بس عشان هم يجيبوا عليها. تمام. يعني دي كلها ملمومه في علبه صغيره بس هي بتتفرش تبقى شارع. انا كنت الصراحه عاوزه اشفرشها بس قلنا يعني حاجه العيد. ايوه لا تمام. بجد تسلم ايدك، الحاجات جميله جدا واكيد بتعملي الحاجات دي بقى بطلب، يعني ممكن حد يطلب منك قبلها بقد ايه بتحتاجي؟ لا هو الحاجه جاهزه، انا يعني حد بيديني اوردر يقول لي العروسه مثلا رقم كذا، انا مرقماهم عندي، العروسه رقم كذا، العروسه رقم كذا، جاهزه وبيتم. انا عامه في حتى كمان في عندي في المولد عامله عرايس مولد، عامله بديزني، شكل ديزني، وبرده دي كان بيتكتب عليها اسم الطفل. ورمضان طبعا، دي رمضان، ده بقى الفانوس بتاعي ده كان يعني مش تقليدي. عامله بوجي وطمطم، عامله حدوته، يعني دي تعتبر كمان اضاءته شديده جدا، فانا لما باجي ببيعه عندي على الصفحه بقول الفانوس الاباجوره لان هو اضاءته حلوه جدا. وطبعا حضرتك متخيله الاشخاص دي لما بتيجي تنور وعم شكشك والحاجات، فهي تبقى جميله قوي. فهي بتبقى تدي فرحه كمان وجو رمضان جامد. انت يعني انت نورتيني النهارده، ربنا يخليكي. بشكرك على الحاجات الحلوه دي وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليكي. فعلا الواحد بيشوف كل يوم حاجات جميله ومختلفه وقد ايه مبدعين وفنانين وبيطلعوا افكار تجنن. يعني بتمنى تكونوا انتوا كمان تستمتعوا تشوفوا الحاجات دي زي ما انا، بجد ببقى فرحانه بيهم جدا وتستفادوا، واي حد شايف نفسه ان يقدر يعمل مشروع بنفسه يعمله، ليه لا؟ كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب عيد يكون يا رب سعيد عليكم وعلى أسرتكم وعلى حبايبكم، يا رب ربنا يتقبل كل دعواتكم يا رب، وتحققوا كل نفسكم فيه، أمين يا رب العالمين، وتكونوا دايما بصحة وسعادة
وصحة دي مهمة جداً بعلم عليها، وسعادة طبعاً مهمة جداً. أشوفكم على خير يا رب إن شاء الله. باي باي.